ثلاث مرات قصوها، هي دي طويله بس تشف، ثلاث مرات قصوها وراح يقصوها هسه 3 سنتيمات. كان يوما ما يقاتل من اجل الوطن حتى تمكنت منه عبوة ناسفة وجعلته بجسد متشظ ويد مبتورة. انا عندي اصابة بيدي البتره 3 مرات بتروها وراح يبتروها هسه، وهي اصابه وعندي صار عجز جنسي بجسمي، شي فور اكو يمشي بدمك، ليش؟ من قصوها ما غسلوها، قالوا تمر تموت، رأس القصة ظلت المادة جوا، هسه من اروح لاي دائرة يعني قوية وعندهم جهاز يعشر، اروح محافظات يعشر جهاز. وسام المقاتل الذي واكب جميع العمليات العسكرية يناشد رئيس الوزراء بالنظر إلى حالته وتوفير ما يحتاجه من مستلزمات طبية. هاي لازم أخلي السماعة الثانية، مو أكو صدى هسه من تحجون السيارات الدقن هون عبالة جو عدي جراء الإصابة. إي وعدي إصابة برجلي، عدي إصابة برجلي وعدي إصابة بزري همه نافذة الشظية ومطلعينها، يعني جسمي كله تعبان. مناشدتي إلى رئيس الوزراء، أوصل الرئيس الوزراء هاي لمنيتي وقل له هاي حقوقي وتعطيني اياها والله افتخر. حتى باصعب الظروف لم يتخلف عن الواجب. انا بالواجب ما ادري، بابا قال بيبي توفت، امي توفت وانا ما شفتها يا رئيس الوزراء، والدتي توفت وانا ما شفتها. امنيتي بالحياه بس اقعد ببيت، حتى باكر من اقعد ببيت استاذ محمد، من اقعد ببيت حتى الله باكر عقبه ياخذ امانتي جهالي عدم مطن. ضحى من اجل الوطن وهو الآن يحتاج لوطن يأويه وأولاده. محمد جاسم، قناة الرشيد.